ايش قد عمق الماي؟ ايش قد عمق الماي؟ والله بس ايش قد؟ والله بس عمق الماي. لو هذا الحال مجاري ما شاء الله كل واحد يقدر. ايش كيف؟ ما راح تطفي سيارتك؟ والله قاعد فرض. شو شفت الوضع هنا ولا؟ والله الوضع قاعد تشوف مثل ما انت تشوف، فيضانات ومقلوبة الدنيا. ايش صار لكم واقفين هنا بال والله صار لنا نص ساعة واقفين غادي على معبرنا. زين هاي الامطار اللي بقت الساعة يعني الساعات متأخرة والله راح تفيض الموصل. زين لما تحملون هاي المسؤولية؟ والله غير المسؤولين. المسؤولين هم عليهم هاي المسؤولية. كيف ارتفاع الماي هنا؟ والله عالي. كيف صار لكم بالازدحامات انتم؟ والله صار يمكن انا ربع ساعة صار تقريبا. شنو سبب هذا الازدحام اليوم؟ والله غير المجاري والشغلات هذه. هاي المسؤولية لمن تحملوها؟ والله مسؤولية المحافظ والحكومة يعني شكرا. كيف صاركم على الحالة هاي؟ والله هذا من تحرر الموصل وضعه تعبان الصراحة. ما سووا شيء مبين يعني. المفروض يطلعون كوادر ليلية؟ ما سووا شيء مبين يعني، شيء ملموس ماكو. والله ما شاء الله عبر الرصيف. شوارع كلها مسدودة. شلون تقيم دور البلدية؟ والله هو وين بالبلدية؟ هي ما المشكلة بالبلدية، أخي المجاري إذا 24 ساعة تتنظف. من يحمل هاي المسؤولية؟ والله حمل المسؤوليه للمحافظه، مجلس محافظه والمحافظ. زين هاي الامطار اذا بقت الصبح ايش راح يصير بالموسم؟ والله ان شاء الله ما يصير شيء، املنا بالله سبحانه وتعالى ان شاء الله ما يصير شيء. والله صار لنا تقريبا نص ساعه. نص ساعه المحافظه اليوم الموسم. والله المحافظه غرقانه، شوارع غرقانه والخير والحمد لله وامطار. شو اسمها المنطقه؟ المجموعه. زين لمن نحمل هاي المسؤوليه؟ مسؤولية المحافظ، الحكومة، كل الجهات المختصة، يعني البلدية. يعني ساعات متأخرة من الليل، ايش راح يصير بالموصل؟ شلون؟ هاي الأمطار إذا بقت ساعات متأخرة من الليل تغرق الموصل.